وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف حسين داعي الإسلام، عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. مساء الخير سيد حسين. يعني السلام عليكم. عليكم السلام. وبداية يعني هل توضح لنا الانتفاضة المرتقبة يوم غد الثلاثاء ودلالاتها للشعب الإيراني؟ أولا أحييكم وأحيي مشاهدي قناة البحرين والشعب البحريني الشقيق. تقام سنويا احتفالية في مساء يوم الثلاثاء الأخير قبل حلول العام الإيراني الجديد. نعم. الإيرانيون منذ آلاف السنين يحتفلون بهذه المناسبة التي يطلقون عليها تشارشنبه سوري. إنه مهرجان يحتفل به مساء يوم الثلاثاء الأخير. إن النظام الحاكم باسم الدين في إيران منذ بدايته حاول منع الإيرانيين ولا سيما الشباب من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، ولكن فشلت في منع المواطنين من إقامة هذه المحاضرات. ولكن في هذا العام على وجه الخصوص وبعد الانتفاضة العارمة التي اجتاحت كل أرجاء إيران، يريد الشعب الإيراني أن يحول هذه الاحتفالات إلى احتجاجات ضد الحكومة، لا سيما بعد دعوة من قبل الهيئة الاجتماعية لمجاهد خلق داخل البلاد. وستصبح إن شاء الله كل زقاق وكل بيت وكل شارع وحي ساحة للاحتجاجات ضد دكتاتورية ولاية الفقيه. نعم. أهمية هذا اليوم تكمن في إرادة الشعب الإيراني لاستمرار الانتفاضة واستقلال أي فرصة ومناسبة واحتفالية لهذه الانتفاضة حتى إسقاط النظام. نعم. خاصة نرى الآن أن الاحتجاجات تتوسع يوميا في كل أرجاء إيران. مثلا في الأيام الأخيرة شهدت مختلف المدن الإيرانية احتجاجات العمال والمزارعين والموظفين والمتقاعدين والطلاب، وكانت اشتباكات بين المزارعين في محافظة إصفهان قبل يومين. طيب سيد حسين، كيف تصف الحالة الآن التي يعيشها النظام الولي الفقيه، وكيف يمكن للشعب الإيراني التعامل مع وحشية الأجهزة الأمنية التابعة له؟ النظام محاصر من قبل يعني الشعب الإيراني والشعب الإيراني المنتفض والشعب اللي بعد 39 عاما من الفساد والقمع يريد إسقاط هذا النظام كما شاهدنا في الانتفاضة الأخيرة. وكيف يعني يتعامل الشعب الإيراني والشباب من يعني بوحشية هذا النظام؟ لا. من خلال معاقل الثورة ومعاقل الإسيان، يعني لا نتبقى مظاهرات حاشدة مثل ما جرت في عام في يعني خلال الثورة لإسقاط الشاه، ولكن المظاهرات والاحتجاجات تمتد في كل أرجاء إيران في كل المدن ويفاجئ النظام. مثلا في نهاية 28 ديسمبر وفي يناير شاهدنا لمدة أسبوعين انتفاضة عارمة في 142 مدينة. بينما النظام الإيراني كان يعني في حالة التعهد، والقوات الحرس والحبسيج والقوات الأمن الداخلي وزارة المحافظة كلهم كانوا، ولكن تفاجأوا لأن المظاهرات كانت منتشرة في كل المدن ولم يتمكنوا من مواجهتها. إذن الآن الاستراتيجية المقاومة الإيرانية مبنية على تشكيل معاقل يعني إسيان في جميع المدن من قبل الشباب، ولا يستطيع النظام يواجه يعني كل نعم. الشباب في كل المدن في كل المحافظات، وهم يعني يعبرون عن عجزهم لمواجهة هذه الاحتجاجات. نعم سيد حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا جزيلا لك.